واهلا بيكم في حلقه جديده من سنه اولى طبخ. منورنا ومشرفنا وجودكم معانا دايما هو احلى واجمل حاجه على بي ان سي فود. النهارده حلقه قرنبيط، هنفرزه وهنخلله وهنعمل منه اكل وهنقليه وهنطلعه مقرمش وهنعمل منه حاجات حلوه كتير جدا. فزي ما قلت كده هنتعلم مع بعض النهارده حفظ القرنبيط وتفريزه، هنتعلم ازاي نخلي القرنبيط مخلل كل الناس بتحبه جدا. جراتان القرنبيط هنعمله بصوص البروكلي روعه، وهنعمل كمان شوية قرنبيط مقلي، وهنعمل كمان عجة قرنبيط، وهتكلم بقى عن ازاي ممكن ندخله في طواجن، يعني أي طاجن فيه خضار ممكن يضاف له قرنبيط عادي جدا. فهو الحقيقة من أنواع الخضار اللي مش ملهاش شعبية كبيرة قوي، ولكن مظلومة بطرق أكل معينة، في حين إنها لو اتعملت بطرق تانية بتبقى جميلة جدا. تعالوا نشوف أول حاجة ازاي نحفظ القرنبيط. عشان نحفظ القرنبيط محتاجين نجهز مية سخنة بكمون، هنرفعهم على النار، تمام. ادي الحلة ونحط المية المغلية اللي بسوم بارح باين. طبعا على قد كمية القرنبيط اللي احنا بنحفظها، وهنضيف شوية كمون. القرنبيط ما هو الحفظ ملوش مقادير، هو كمون ومية والقرنبيط. هنزلها على الشاشة برضو، يلا هنزل لكم مقادير الحفظ على الشاشة. كيلو قرنبيط، مية مغلية، مية متلجة، كمون حب وملح. بس الموضوع بسيط، شوية كمون حب. والقرنبيط نفس فكرة الكرنب، من الحاجات اللي بتتعب المعدة شوية وبتسبب بعض الانتفاخات، فعشان ده ما يحصلش بنحط له الكمون. الكمون بيشيل ده تماما وبيخليه ما يوجعش البطن ولا يضايق القولون ولا يضايق المعدة ولا أي حاجة. حطينا مية وملح، وهنحط القرنبيط ياخد غلوة واحدة فقط لغير. القرنبيط لما بنجيبه مهم جدا ان احنا يعني نفرزه، ناخد بالنا كويس جدا، لان بيبقى فيه دود، والدوده بتاعته شكلها يضحك قوي، بيبقى لونها اخضر كده وجميله كيوت كده، يعني شكلها مش مقرف، انا بحب شكلها يعني. بس دايما بتستخبى وسط تانية القرنبيط، فناخد بالنا كويس جدا ننقعه في ميه، ولو في اي حاجه بتطلع على طول. طبعا معنى ان بس عشان الناس بتفتكر ان ده معناه ان هي تاخدها ترميها، لا خالص، هي حشره بتتغذى على الورق بتاعه فبتبقى موجوده جنبه، فبس احنا بنغسله منها وخلاص، لكن ده مش معناه انه بايظ او انه لا ما يتاكلش ولا اي حاجه من الكلام ده خالص. حطينا القرنبيط في الميه اللي بملح وكمون، نغطي كده عشان بس نسرع عمليه الغليان، ونكلم ام احمد. يا ام احمد اهلا وسهلا. السلام عليكم. انا مدمسه. وعليكم السلام، اهلا بيكي يا حبيبتي، عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله انا بخير طول ما انت بخير. ايه؟ انا بخير طول ما انت بخير. ايه يا رب يعزك ويخليك يا حبيبتي، اتفضلي. الله يخليك. انا اتصلت بحضرتك امبارح عشان الكوليكشن بتاع الطرح، انا عاوزاه كل اللي نزلتيه على الفيديو. انت سبت لهم نمرتك لان ما بعتوليش نمره. لا ما هي ما ادتنيش الرقم يا فندم، الاستاذه اللي ردت عليا قالت لي هي هتكلمك. طب روان اديها نمرتي، مش خدوا نمرتها، ادوها نمرتي اللي انتوا بتكلموني عليها. ماشي اوكي، هيدوكي النمره حالا. انا اسفه لحضرتك جدا، انا استغربت فعلا امبارح ما جاتليش الرقم ولا جالي اتصال، بس هتاخدي النمره من روان اهو دلوقتي. واهلا وسهلا بحضرتك. القرنبيط مغطيين عليه مع شوية البخار وشوية المية اللي هتغلي دي، هي غلوة واحدة بالعدد. دايما الخضار اللي بنفرزه بنحاول بقدر الامكان ان احنا ما نعملش ايه، مراية، انا بتعامل معاه على انه مراية، فبنحاول ان احنا ما نزودش في سواه. تخليل بقى القرنبيط، تعالوا كده عبال ما القرنبيط اللي هنخزنه ياخد الغلوة بتاعته نشوف تخليل القرنبيط هيبقى عامل ازاي. في كيس فريزر مش كده؟ وراهي، تمام شكرا. تخليل القرنبيط، كيلو قرنبيط مقطعينه زهرات. زهرات يعني ايه؟ يعني وردات كده زي ما انتم شايفين، عشان يبقى حجمه مناسب للتخليل. ممكن يكون اصغر، بس انا برضو رايي انه ما يتصغرش قوي عشان ما يتهريش في محلول التخليل. 3 فصوص ثوم و3 اعواد كزبره، فلفلايه حاميه، 3 كوبايات ميه وكوبايه خل، ربع كوبايه من السكر وربع كوبايه من الملح، ورقتين من اللورة، ومعلقه كبيره من حبوب الكزبره الناشفه، ومعلقه كبيره من حبوب الكمون. وهنبدا حالا نعمل محلول التخليل. هنجيب حله
هنحط هنا الحل على النار وهحط لها المية انا بعمل ايه؟ بقوم مزوده شويه ميه كمان. طب ليه؟ عشان بعمل حسابي البخر لما تغلي ممكن يتبخر منها جزء فتبقى ايه الملح يزيد، فبعمل حساب كده وبضيف شويه ميه صغيرين كمان. وهنضيف مع الميه الخل هنضيف معاهم برضو الملح والسكر. الملح انا حاساه اكتر من المقدار اللي انا طالباه فهعير، والسكر الحقيقه كمان خلوني اعير الاثنين احسن. يلا ادي الملح بصوا كل ده زياده، اقول لكم ايه بس كل ده زياده 3 معالق كبيره بس، لان طبعا لو كنت حطيت كل الكميه دي كان بقى مملح جدا. والسكر ربع كوبايه يعني 3 معالق كبيره برضو كان زياده، فكويس ان احنا ايه عملنا حسابنا. ورق اللورا مفيش منع ان انا احطه ينزل طعمه كده في محلول التخليل مع شويه الحراره هينزل طعم جميل جدا. ونفس الكلام لحبوب الكزبره وحبوب الكمون، شويه حبوب كزبره كده بتدي طعم رائع للمخلل، اللي عايز يستبعدها يستبعدها، حبوب الكمون هي المهمه اللي بتخليه ما يتعبش المعده. هنشيل كل الحاجات الفاضيه دي ونرجع نرص البرطمان اللي هنصب عليه محلول التخليل. مفيش برطمان اكبر، حاسه ان ده مش هيكفي ولا ايه؟ ولا يكفي ان شاء الله. هنحط القرنبيط ونحط فصوص الثوم، عود الفلفل، نملى البرطمان كويس، وطبعا محلول التخليل لازم يغلي. ليه لازم يغلي؟ علشان يدوب الملح وعشان نستخلص طعم من اللورا وعشان ينزل يبقى حاجه بتخلل لي القرنبيط ده. انا هصبر هنا ثانيه لاني شايفه بخار كتير طالع من القرنبيط. اه بصوا القرنبيط اخد الغلوه بتاعته، مش عايزين اكتر من كده، نقوم اخدينه كده زي ما هو نصفيه من الميه السخنه وعلى ميه متلجه، ميه ساقعه متلجه حطوا فيها تلج زي ما انتوا عايزين عشان عايزين نوقف عملية الطهي حالا، فنحافظ على لونه وقوامه والملمس بتاعه والقيمة الغذائية كمان. كل ده بيحصل لما تحصل الشاك دي من المية المغلية. التكنيك اللي احنا بنستخدمه ده تكنيك معروف جدا طبعا في الطبخ اسمه البلانشنج، فاحنا دلوقتي عملناه اتعلمناه مع بعض وهيحفظ لنا القرنبيط بصورة رائعة. خلاص كده اه في بصوا في واحدة نونة هربت مننا، نشيل الحلة دي من على النار خلاص مش عايزينها. وممكن هنا نحط محلول التخليل على العين الأكبر شوية، أنا كنت مغطيه اه ممكن نغطيه كده عشان بس نسرع في عملية الغليان. لا خليني أرص البرطمان ونطلع فاصل. يلا نكمل رص برطمان القرنبيط المخلل. عايزة أخد بقى شوية كزبرة كده بوزعهم كده عشان يدوا لون في كل جانب. البرطمانات المخلل من انواع الديكور يعني بتزين المطبخ بتخلي شكله جميل جدا، فاهتموا بالرصه وخلوها حلوه كده وخلوه ايه مليان خالص. لو لقيته كده حته ايه ما دخلهاش سقه عشان القرنبيط نظرا لطبيعه شكله يعني بيبقى فيه فراغات كتير، فلما بنزق كده ممكن حاجه تيجي معانا كمان. زي الفل. جاهزين بقى لايه؟ لمحلول التخليل، محتاجينه يسخن او يغلي ويطلع
كل الطعم من كل حاجه. خلوني اشيل الحاجات الفاضيه. انا سامعه الوهات كتير. يلا بينا، مجرد ما يبرد بنطلعه من الميه. طبعا انا سايباه يبرد خالص عشان نطمن ان هو ما فيهوش اي حراره. ما ينفعش ابدا اشيله في اكياس الفريزر على الفريزر الا لما يكون طلع منه كل الحراره. محلول التخليل هنا بدا يسخن، السكر والملح شبه ذابوا، الكمون والكزبره طلعوا ريحتهم وطعمهم، كل امورنا ماشيه زي الفل. فنقلب كويس جدا. ايه معانا؟ مين معانا؟ يوسف على التليفون. يا يوسف اهلا وسهلا. هو حضرتك كنت عايزه اسال عن طريقه عمل الكريب. كريب؟ حاضر يا يوسف، من عيني الاثنين. الكريب عجينه سهله جدا، بنضربها في الخلاط. بتكون كوبايه ونص من الدقيق على كوبايه ونص من اللبن وبيضتين ورشه ملح ورشه فلفل ورشه جوزه الطيب. طب لنفترض يا يوسف ان انت عايز تعمله من غير بيض، مفيش مشكله، شيل البيض وكمل عادي، هيطلع برده مظبوط. ممكن تحتاج بس تضيف شويه لبن زياده. في على فكره مطاعم كتير بتعمله بالميه كمان مش باللبن، بس انا بقى يعني مش مقتنعه ان احنا نوصل لدرجه انه بالميه بقى كمان مش باللبن. معانا ايه على التليفون؟ عبال ما ايه تكلمنا هيكون المحلول ده غلي. يا ايه اهلا وسهلا. اهلا بك يا سيدي. ممكن اعرف طريقه المكرونه بشاميل؟ مكرونه بشاميل من عيني الاثنين. يا ايه اهلا وسهلا بيكي ونورتينا. الميه هنا خلاص يعني اخذت الحراره اللي انا هكتفي بيها. هاجي بقى هنا، خلوني اصب احسن في كاب عشان ما اغلبش حالي، واجي معلش بقى انا يعني ايه هزهقكم معايا، انا الكاب ده بيدلدق فانا مش عايزه ابهدل الدنيا، عايزه الكاب اللي ببوز رفيع ده بيكون ادق ميبهدليش الدنيا. يلا هبدا اصب. حتى انت خذلتني يا ريتشارد. ماشي، شفت خذلني برضو، هننضف بعد كده. نفضل نملى لحد ما مخلول التحليل محلول التخليل اللي انا بقوله ده يغطي القرنبيط تماما. ماما في البلاتو النهارده طبعا بتقول لك ايه، بنتها اتجننت، قاعده تقول كلام مش موجود في المعجم العربي ولا الانجليزي ولا اي حاجه. مين معانا على التليفون؟ معانا هنا على التليفون. يا هنا، حتى هنا بص، حتى هنا خذلتني النهارده. ايه مش في حاجه؟ يا سلام، انزل لي بالكمانجات. نحط ورق اللورة وهنقفل كده على البرطمان ده. شكرا. عايزه بس اشيل الحاجات دي كلها واجي بقى. حاضر، بس والنبي ما اطلعش فاصل والكاونتر مش نضيف، انتهى نفسيتي ايه بتقلب عليا. نمسح بس الميه دي ونطلع الفاصل. ده كده منظر البرطمان. بصوا بقى، برطمان مخلل شكله يفرح. طيب افرض انتوا عايزين تخلوه محمر شويه، حطوا شويه هريسه شطه او شويه صلصه. خفاف جدا، لو حد بيحب الحامي يحط هريسه شطه، لو عايز حد يبقى يعني محمر من غير ما يبقى بيحرق يحط شويه صلصه زي ما قلت لكم، بس هي هريسه الشطه طبعا احلى في التخليل مش هنكذب يعني. ده كده يا جماعه بكره ولا بعده يكون زي الفل. ليه؟ عشان احنا حاطين المحلول سخن، فعمليه التخليل بتحصل بسرعه. ادي اول وصفه وادي تاني وصفه القرنبيط اللي بنحفظه. طبعا هو لسه في المياه الساقعه، احنا سايبينه ويروح منه البروده تماما، وهننقله في اكياس التفريز لما حضراتكم ترجعوا لنا من فاصل صغير جدا مستنياكم.
ورجعنا من الفاصل وندخل على حبيب الكل بقى الأرنبيط المقلي، والسؤال العالمي ليه الأرنبيط المقلي ما بيقرمش؟ هنخليه قرمش دلوقتي، اعملوه على الوصفة دي هيطلع معاكم قرمش وزي الفل. بنعمل كده كام تركية صغيرين بيخلوه رهيب. كيلو أرنبيط زهرات، زهرات برضو يعني وردات كده، وما نكبرهاش يعني بطريقة مبالغ فيها عشان ده للقلي. فأولا تبقى بايت كده زغنطوطة بتبقى حلوة قوي، ثانيا تلحق تستوي. حد هيقولي طب اديله سلقة قبل القلي؟ ممكن يعني ممكن، بس هو لو بالحجم ده بيستوي عادي جدا مفيش مشكلة. بنوطي عليه النار يعني بننزله النار، بعد كده بنهدي الحرارة فبياخد فرصته ان هو يستوي في الزيت. وزي ما قلت لكم اذا حد بيحبه طري مفيش مشكلة ابدا ان هو يديله الاول غلوة من المية ويصفيه منها تماما. هو المفروض طبعا يكون نص سلق، ده الافضل للقلي. فاحنا هنقول كيلو أرنبيط زهرات نص سلق. خلوني قبل ما اكمل المقادير احط كده هنا ايه الحله، ولا اقول لكم احنا ممكن اصلا نستخدم ده، ولا خلوا ده نفرزه احسن. عايزين ايه؟ نخلي الأرنبيط بتاعنا نص سلق، فانا هحط هنا ميه تسخن عبال ما اخلص المقادير. يبقى كيلو من الأرنبيط الزهرات النص سلق، اربع كوبايات، اربع بيضات، اسفه، اربع بيضات، كوبايه من الدقيق. اللي حد هيقولي اربع بيضات البيض هو هيبقى جزء من سبب ان الأرنبيط ده مقرمش في الاخر، وهتشوفوا هيطلع ازاي بنفسكم. كوبايه دقيق، ومعلقتين صغيرين من الكمون، معلقتين صغيرين من الكزبره الناشفه، معلقتين صغيرين من البابريكا، ومعلقه صغيره من الثوم الباودر، معلقه صغيره من البصل الباودر، نص معلقه صغيره من الحبهان المطحون، رشه من جوزه الطيب، ملح وفلفل اسود، وهغطيه بكوبايتين من البقسماط، هخلط عليهم دقيق ذره اصفر، وده سبب تاني من اسباب القرمشه. وطبعا عايزين زيت غزير للقلي، والميه كده بتغلي او بتسخن. تعالوا نحط الأرنبيط نديله النص سلقه اللي احنا عايزينها. نغطي عليه ونجهز كده مصفى عشان نبقى نطلعه بيها. هطلع ادخلوا لي مصفى زيت يا جماعه من فضلكم، ويا ريت مصفى، مصفى من الفامه، مصفى بلاستيك. وتعالوا نجهز العجينه. مبدئيا كده دقيق الذره الاصفر والبقسماط هنشيلهم على جنب. طب ما عندكيش دقيق ذره اصفر مفيش مشكله، خلاص هتستبعديه، ممكن تضيفي شويه نشا على البقسماط. هنبدا نعمل العجينه. نجيب بوله كبيره عشان نبقى بنشتغل براحتنا كده، وهنحط فيها البيض اول حاجه. بحب اضرب البيض، لا لا مش موجود، تقليبه كده بس للبيض، نحرك الدنيا. وهنحط له الدقيق وكل التوابل دي. العجينه اللي احنا حطينا حبهان وكزبره، رشه جوز الطيب، كمون، توم باودر، بصل باودر، بابريكا. متخيلين ان دي هتبقى تتبيله الأرنبيط، فقد ايه طعمه هيبقى تحفه. وطبعا التتبيله دي ناقصها حاجتين اساسيين، وهم الملح والفلفل الاسود. ادي الملح وادي الفلفل الاسود، فلفل اسود، وادي الملح، وهنقلب. هتبان العجينه مكتله وتقيله ومش الطف حاجه. ما تتسرعوش وتحطوا ميه، ليه؟ عشان الأرنبيط هينزل شويه ميه عليها هيخفها، فارجوكم محدش يتسرع ويحط ميه دلوقتي. في الاخر لو لقينا نفسنا محتاجين هنحط. قلبوا بس، وبتبقى عجينه كده لزجه، وتبان ان هي لا يعني دي ما تنفعش تستخدم، بس هي هتظبط لما نحط الأرنبيط عليها. معانا مين يا روان؟ هنا معانا على التليفون. يا هنا اهلا وسهلا، كلمينا تانية. هنا قطع الخط، اهلا بيكي يا حبيبتي.
ونشوف كده القرنبيط اخباره ايه. احنا بس بنسقطه يا جماعه في الميه يغلي غلوه وخلاص، لسه ما غلاش الغلوه بتاعته عبال ما ايه يغلي. تعالوا نصفي ده من الميه ونشيله في اكياس التفريز. زي الفل كده، برد تماما من الحراره، وده بالظبط اللي احنا عايزينه. بنعمل ايه؟ بنجيب الاكياس ونبدا ننقل القرنبيط، نعمل اكياس على قد استخدامنا، ما تكتروش، خلوا دايما اكياس التفريز صغيره مش كبيره. ليه؟ عشان لو كبيره انا وارد ان انا اكون مش محتاجه الكميه دي كلها، فمش هينفع بقى افك وارجع افرزه تاني، هيبوظ مني وهيطرى وهيدبل ومش هيبقى الطف حاجه خالص. السر في تفريز الخضار ان الخضار ما يفكش في النص، يعني يتفرز مره واحده يفك مره واحده. فانا بحب اجي كده واعمل اكياس متوسطه الحجم. القرنبيط طبعا عشان ما هريناهوش غلي ماسك نفسه وجميل وزي القمر. عايزين نقسم الكمية على كيسين، هنحضر الاتنين كده. ونبدأ نملي الاسود اللي انتوا شايفينه ده حبوب الكمون، عشان محدش يفتكر انه حاجة مش نظيفة يعني. نعبي، والخضار ده هيدخل الفريزر مدة صلاحيته 6 شهور، بشرط طبعا انه ما يكونش فك خالص. تعالوا كده حاولوا بقدر الامكان تطلعوا. بالهوا خالص، وبقى عندنا كيس قرنبيط متفرز للفريزر. نقدر نستخدمه في عجة، نقدر نستخدمه في تورلي، نقدر نستخدمه في أي حاجة إحنا عايزينها. نفس الكلام أهو، كيس تاني. نجهز مصفى كده عشان نطلع القرنبيط. كفاية، بصوا أخد نص، والله لأ وحياة ربنا لأ لأ يعني لأ فين؟ لا ولا اي حاجة. يلا نشيل اللي مش عايزينه، احنا مش عايزين الكيس دي خلاص ولا البولة دي. ونيجي بقى نصفي القرنبيط ونسيبه يهدى من الحرارة شوية. نصفي لو ناس بتحب تعمل القرنبيط الزهرات الكبيره مفيش مشكله، بس بقى زوده في الغاليه سنه عشان بس يكون قلبه استوى. هنسيبه كده يتصفى من الحراره، والعجينه جاهزه ما بنحطوش عليها سخنه عشان فيها بيض ممكن يخليه يعمل كتل. وتعالوا نجهز خليط التغليف اللي من بره، هيكون البقسماط. مين يا حمدي معانا؟ مدام هدى على التليفون، نكلمها واحنا بنحط دقيق الذره الاصفر. يا مدام هدى فصل، كلمينا تاني حبيبتي واهلا وسهلا بيكي. رشه من الملح، حتى الطبقه الخارجيه لازم تتملح، بس مش محتاجين لها توابل، احنا حاطين في العجينه توابل كفايه وشويه فلفل. هقلب الخليط ده على بعضه. عايزه اخلط دقيق الذره الابيض، دقيق الذره الاصفر بالدقيق بالبقسماط بالتوابل بكل حاجه، بحيث ان كله يبقى متجانس. هنقلب نقلب نقلب، وناخد اماني على التليفون واحنا شغالين. يا اماني اهلا وسهلا. اهلا
اهلا. ازيك حبيبتي، عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. يا رب دايما. انا الحمد لله يا حبيبتي، كله زي الفل. لو سمحت انا عايزه طريقه كيكه الفراوله. كيكة الفراولة، حاضر من عينيا الاتنين. يا روان احنا لسه عاملينها قريب، ممكن هنطلعها لحضرتك حالا وننزلها لك على الشاشة. واهلا بيكي. ام احمد معانا على التليفون. يا ام احمد اهلا وسهلا. انا بتكلمي. يا ام احمد. الو. ايوه. شكرا جزيلا يا حبيبتي، شكرا، كلمينا تاني. قلعنا بقى كل اللي في ايدينا، ساعة معرفش اسورة اي حاجة، علشان ايه؟ هنشتغل بقى بالقرنبيط، بيطلب بقسومات وكده، وبراحتنا بقى. معانا هدى على التليفون. يا هدى اهلا وسهلا. اهلا بك سارة. ازيك يا مدام هدى، عاملة ايه؟ الله يخليك حبيبتي. انت يعني انا مش عارفه اشكرك على ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه بصراحه، يا حبيبتي يعني لا شكر على واجب. على الذوق وعلى الاخلاق وعلى الادب ولا اي حاجه حبيبتي، لا شكر على واجب، ربنا يخليك. كلك كده كلك على بعضك حلوه. تسلمي يا رب، تسلمي يا رب. الله يخليك. هو سؤالي بس سؤال أمريني. معرفش غريب ولا ايه بالظبط. لا لا براحتك خالص. انا دلوقتي عايزه اعمل 3 صواني كيك في الفرن. ماشي. هل بنفس درجه الحراره؟ طبعا ب 180. 180 اهم حاجه، الفرن يكون سخن على 180 وهم داخلين، ما يدخلوش فرن بارد. تمام تمام، يعني ما تزودش الحراره. لا 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 خالص، 180 ممتاز ومفيش فيها اي مشكله. العجينه خفناها بشويه ميه بقت لزجه، بس يعني اقل سماكه من الاول. عملت كده ليه؟ عملت كده عشان احنا صفينا القرنبيط من الميه، ما طلعناهوش عليها على طول، فبالتالي مش هيخفها قوي. يلا بينا، ادي القرنبيط وبسباتشلا هنقلب على طول. عايزين نخلط القرنبيط بالعجينه دي. لو لقينا نفسنا محتاجين شويه ميه كمان ممكن، مفيش اي مشكله، انا هضيف شويه ميه كمان. نقلب بصوا بقى، عندنا خليط عمال يغلف القرنبيط كويس. ونقلب حلو ليه؟ القرنبيط كله تعريجات، زهرات ورجلين والعنقود بتاعه ده او الرجل بتاعته اللي ماسكاه دي، كل ده محتاجين ان توصلوا الخليط ده عشان البقسماط يوصل لكل الاماكن دي، فنبقى النتيجه عندنا قرنبيط مقرمش جدا جدا جدا. قلبه كويس قوي. زي الفل. هنعمل ايه بعد كده؟ انا بحب اسيبه شويه متبل، تمام، عشان ياخد طعم التوابل، ولكن احنا شغالين هوا فهنشتغل على طول. هخلي الطبق ده، البوله دي لا دي فيها ميه ما تنفعش. هوريهم كام واحده بس ونطلع فاصل. لا لا مش لا ممكن طبعا نسيبه في التتبيله مفيش مشكله، بس انت عارف الهوا بقى، هوا احنا بنشتغل على طول. هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد كده القرنبيط نرميه في خليط البقسماط اللي احنا عاملينه. ونقلب كده لحد ما نلاقي كل قرنبيطة بقت بالمنظر ده. بصوا مغلفة تماما بالكراست الخارجية. انا ما عدتش شايفة قرنبيط، انا شايفة بس ايه؟ البيض والبقسماط، البقسماط والدي الدورة الأصفر. معانا مين يا روان؟ أم مصطفى معانا على التليفون. يا أم مصطفى أهلا وسهلا. قطع، كلمينا تاني. بنهز كده بس القرنبيط وإحنا بنطلعه عشان لو في أي دقيق زيادة أو بقسماط زيادة ينزل من عليه. ما تبلغوش قوي في إنكم تهزوه، إحنا مش عايزين ننزل اللي ماسك عليه، عايزين ننزل الزيادة بس. وبنفس الطريقة كده تاخدوا القرنبيط ينزل هنا وسط الدقيق والبقسماط ويتقلب لحد ما يتغلف تماما.
تطلع معايا كل واحده مغلفه تماما، كل الفروقات اللي بين الحته البيضة بتاعتها دي، الزهرات البيضة بتاعتها بصوا كلها دخلها البقسماط، عشان طريقه اللف دي بتخليه يوصل لكل حته. وطبعا عشان احنا قلبناه مع العجينه كويس، ففي عجينه في كل حته، فما دام في عجينه في كل حته يبقى هتمسك فيها البقسماط اول ما نقلبها معايا. ناخد هنا على التليفون. يا هنا اهلا وسهلا. الو ازيك يا هنا؟ الو ايوه يا هنا انا معاكي. ازيك يا شيخ صار؟ انا بحبك قوي. يا روحي اهلا بيكي. وبعمل كل وصفاتك حبيبتي. حبيبتي ربنا يخليكي يا رب. بس كنت عايزه اسالك مكونات الكيكه كيكه الفراوله. كيكه ايه؟ كيكه ايه؟ فراوله برضو. حاضر احنا كده كده بنجيبها. حاضر احنا كده كده هنجيبها. حاضر يا حبيبتي تأمريني تأمريني. يلا يا روان هات لنا كيكه الفراوله، مطلب شعبي النهارده. كانت حلوه قوي على فكره، اتمنى انكم تجربوها، كانت كيكه فعلا جميله وهشه بطريقه مش طبيعيه. نفس الكلام هنفضل نعمله لحد ما نخلص كل الكميه. طيب تعالوا كده نجرب، نبدا قلي نشوف الزيت سخن ولا لا، نعمل له اختبار بس. لا لسه عايز شويه، فممكن تطلعوا فاصل لحد ما انا اخلص بقيه كميه القرنبيط، ولما ترجعوا نبدا نقلي مع بعض. مستنياكم. رجعنا من الفاصل وبننزل القرنبيط دلوقتي في الزيت السخن. تاخدوا كده ايه كام واحده، يعني الصح الصراحه يعني انكم ما تعملوش ده بايديكم، عشان انا اخاف عليكم واخشى عليكم من انكم تتلسعوا. فممكن نعمل ايه الصح، يعني احنا نجيب المعلقه كده نحط عليها كام واحده مش كتير وننزل بيهم في الزيت كده، ونزله في الزيت ده صح، عشان لو حد مش متمكن لسه او لسه بيتعلم طبخ ما يلسعش نفسه من الزيت، ممكن يطرطش على نفسه. ولو حطينا في الزيت نتوخى الحذر ونكون بنحط كده ايه بالراحة خالص. بالراحة واحدة واحدة على مهلنا، مفيش حاجة تخلينا مستعجلين. واهم حاجه ان احنا ما نكربسش الطاسه زياده عن اللزوم، طاسه القلي يعني لو اتزنقت باكل كتير عمره ما هيقرمش ابدا يعني. ناخد ام مصطفى على التليفون واحنا شغالين. يا ام مصطفى عرضك فين؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ لو سمحت عايزه طريقه الكريم كراميل. كريم كراميل من عيني الاثنين بس بالله عليك على طول عشان انا نفسي ابني نفسه فيه. حاضر يا حبيبتي حالا. اهلا وسهلا بيكي. الكريم كراميل امره بسيط خالص، لتر ونص من الحليب، 10 بيضات، ومحدش يقول لي 10 بيضات كتير، هو مقدره كده يعني، وده اللي بيطلعه مظبوط وده اللي بيطلعه القوام الكريمي الناعم اللي زي اللي عملناه في البرنامج. 10 بيضات ولتر ونص من الحليب، كوبايه ونص من السكر، وطبعا زيهم او كوبايتين كمان نعمل يوم كراميل للطبق. تسيحي الكراميل تحطيه في الطبق، تقعدي توزعيه كده لحد ما يغلفوا تماما على النار. هترفعي اللبن مع السكر ياخدوا يعني ما يغليش، يوصل لانه خلاص على وشك انه يغلي، تقومي شاي والسكر يدوب طبعا، تشيليه من على النار. تكوني ضربتي البيض مع فانيليا، معلقتين صغيرين من سائل الفانيليا، يتضرب معاهم البيض لحد ما يفتح، يبدا اللبن يتصب على البيض المضروب تدريجيا مع التقليب المستمر، ونقلب نقلب نقلب نقلب، خلاص امتزجوا تماما. بنصب بقى الخليط ده فوق الكراميل وندخله الفرن في حمام مائي. بصوا يا جماعه القرنبيط اهو، لا طري ولا كراست وقعت ولا اي حاجه، عشان مشينا على خطوات صحيحه. انا هسيب ده يتقلي وبعد كده انزل الدور الثاني علشان ايه يفضلوا حلوين كده والطاسه ما تبقاش مسحومه. ناخد احمد على التليفون قبل ما نقول مقادير الوصفه الثانيه. يا احمد اهلا وسهلا. انا عايز اطلع على الهواء. عايز ايه؟ عايز طريقه البيتزا. عايز طريقه البيتزا. حاضر يا حبيبي من عيني الاثنين طريقه البيتزا. حاضر تأمرني.
هنبدأ دلوقتي نقول مقادير الوصفة التانية. الوصفة التانية دي بقى ليها ميزة لطيفة جدا، ان هي بتعمل لنا او بتعلمنا استخدام لو عندكم وصفة زيت بره والنبي دخلوها لي يا حمدي عشان اللي عندي خلصوا. اه شكرا جزيلا، تمام. ده انت ايه حاسس بيا يعني؟ ماشي. بصوا زي الفل معانا عجة القرنبيط على الشاشة، وتعالوا نقول مقاديرها. وعجة القرنبيط هتكون استخدام كويس جدا للقرنبيط اللي احنا لسه مفرزينه، فانا هستخدم منه. محتاجين نص كيلو من القرنبيط الزهرات، 6 بيضات، وبصلتين خضر شرايح، 2 فص ثوم مفروم، 2 فلفل الوان مفروم، 1 فلفل رومي مفروم، ونص معلقة كبيرة من الزعتر الفريش، ممكن يبقى جاف مفيش مشكلة، نص كوباية من الجبنة الفيتا، ده كده عجة بالجبنة جميلة جدا، وربع كوباية من كريمة الطهي أو ممكن تكون حليب، معلقتين كبار من الحليب، فلو عايزين كملوا كله حليب عادي، زيت زيتون أو زبدة أو سمنة أو زيت كله ينفع، معلقتين كبار من الدقيق، ونص معلقة صغيرة من الثوم الباودر، ومعلقة صغيرة من البابريكا، ورشة من جوزة الطيب، وملح وفلفل أسود. عايزة بولات يا جماعة؟ ما عنديش ولا بولة. بسرعة القرنبيط، بصوا الحلاوة، قمر. شايفين مقرمش وجميل وزي الفل. ناخد ملك على التليفون واحنا شغالين. يا ملك اهلا وسهلا. اهلا بيكي، ازيك يا حبيبتي عاملة ايه؟ الحمد لله يا رب دايما. انا كنت عايزة اعرف من حضرتك طريقة عمل البيتزا. بيتزا حالا، احنا لسه قايلينها من شوية اعتقد، بس نقولها تاني مفيش مشكلة. والبيتزا 3 كوبايات من الدقيق، بنضيف لهم معلقتين صغيرين من الخميرة، ومعلقة صغيرة من الملح، 3 معالق كبيرة من زيت الزيتون، ومعلقة كبيرة من السكر، ومعلقة صغيرة من الملح. بنخلط المواد الجافة كلها ونضيف لها زيت الزيتون، ونبدأ نعجنهم لحد بالمية الدافية لحد ما يبقوا متماسكين تماما، والعجينة ما بتلزقش في ايدينا الا لزقة خفيفة قوي وليها مطة كده زي اللبانة، نسيبها تختمر لحد ما تتضاعف في الحجم، وبعد كده نفردها في الصينية ونبدأ نحط لها اي توبنجز احنا عايزينها. بنخبزها في فرن سخن جدا على درجة حرارة 240، خبز سريع ما تقعدش كتير في الفرن، وياريت لما تفردوها ما تفردوهاش تخينة. بس كده يا ستي ادي البيتزا. نزلنا بقية القرنبيط ونكلم ضحى واحنا بنكمل. يا ضحى اهلا وسهلا. قطع يا ضحى، كلمينا تاني يا حبيبتي واهلا بيكي. كيكة الفراولة طلبت مرتين وهي جاهزة معانا على الشاشة، هتنزل حالا. يلا يا روان، تكلي على الله، شكرا جزيلا. روان نزلتها لنا على الشاشة اهي، احنا عاملينها قريب جدا، وكيكة جميلة قوي قوي قوي، اتمنى تجربوها. من 3 اسابيع بالظبط عملناها، وكانت كيكة اول ما الفراولة بدأت تظهر، كانت كيكة روعة بصراحة، فاتمنى يا رب تجربوها هتعجبكم جدا. نبدأ نشتغل في العجة. عايزة هنا اخلط البيض معاه الكريمة معاه اللبن معاه شوية زيت زيتون، وهخلي الباقي للطاسة. هحط معاه كمان الجبنة، بس قبل ما احط الجبنة يفضل اقلب. ادي الدقيق وادي رشة جوزة الطيب. مين يا روان؟ زينب، مدام زينب. مدام زينب معانا على التليفون. بابريكا، مساء الخير. اتصال، مساء الفل يا حبيبتي، اهلا بيكي. عاملة ايه يا حبيبتي؟ كله زي الفل الحمد لله. معلش انا كبيرة كده عجوزة، بس عايزة اسألك سؤال. براحتك خالص. عايزة اقولك الكرنبيت اللي انت فرستيه ده ينفع اطلعه من الفريزر واسيبه يفك واعمل له خلطه واقليه؟ ينفع، بس انصحك ما تسيبوش يفك للاخر. طيب ماشي، نص فككين كده. طب حبيبتي معلش عشان خاطري، ممكن تقولي لي تاني الخلطه بتاعت العجينه بتاعت الكرنبيت؟ حالا بسمعها منك، هنزلها لك على الشاشه. تمام،
يلا نزلوها على الشاشه حبايبي. شكرا جزيلا. هنضرب الكلام الجميل ده كله مع بعضه. انا حطيت ملح وفلفل طبعا. فدي كده خلطه البيض بتاعت العجه. دي عجه اجنبي شويه، مش العجه البلدي بتاعتنا. شكرا. القرنبيط المقلي، اه مش عايزه العجه، هي عايزه القرنبيط المقلي. نقلب كويس جدا بس كده لحد ما الاقي كل حاجه ناعمه ودايبه. هعمل ايه بقى؟ هبدا احضر للعجه بتاعتي. ما تخافش، هجيب هنا القرنبيط المقلي. بصوا يا جماعه شايفين الحلاوه بتاعته فظيعه. هو انا هعملها في الفرن صح احلى، مش كده؟ ماشي، تعالوا نعملها في الفرن احلى. وانا كنت هعملها في الطاسه بس لا، خلونا نعملها في الفرن احلى. ما دام هنعملها في الفرن بتطلع احلى بكتير، الوش بيقرمش كده ويحمر غير البوتاجاز. عايزاكم بقى تخلطوا بقيه الحاجات كمان على خليط البيض. فتيجوا تحطوا الجبنه كسروها كده وقلبوا، بتتقلب على طول مع الخليط، مش عايزينها تدوب تماما، عايزينها شايفين هي عملت كلكعه وحتت ازاي؟ ده بالظبط اللي احنا عايزينه. الكلكعه دي معناها ان انا كل حته عجه هقطمها هيبقى فيها حته بيض، حته جبنه اسفه، فهتبقى جميله جدا جدا. معانا ضحى على التليفون، ناخد ضحى واحنا بنحط الفلفل والبصل. يا ضحى اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام، اهلا بيكي يا حبيبتي. انا بحبك، انا بحبك جدا جدا. ربنا يخليكي يا ضحى، شكرا يا روحي. بصي لو سمحتي انا عايزه طريقه البطاطس المقرمشه. بطاطس مقليه يعني؟ اه المقليه. اه حاضر يا حبيبه قلبي، من عين الاثنين. حاضر حاضر يا حبيبتي. حطينا الفلفل الالوان والبصل الاخضر وشويه زعتر، ثوم وفلفل رومي، وانا عندي هنا شويه زعتر زياده هحطهم برضو بالمره. نقلب كده واحنا بنكلم استاذ عاطف. يا استاذ عاطف اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم، اخبار حضرتك؟ الحمد لله. ازيك يا استاذ عاطف؟ قطع يا استاذ عاطف، كلمنا تاني. اهلا وسهلا بيك. كله جاهز، هنعمل ايه؟ شويه زيت في الطبق اللي هنخبز فيه. نوزعه كده. سنة كمان عشان ما تلزقش، لان ده ممكن تعمل في صينية على فكرة، تيفال اي صينية فرن عموما يعني، لكن لو هتعملوها في طبق يعني هتقدموا فيه على طول يفضل يبقى بايركس طبعا شكله احلى. نسينا اهم حاجة القرنبيط. هناخد كيس من المجمد اللي احنا عاملينه. انا بقى بستخدمه ليه؟ عشان عايزة اوريكوا استخدم لي اهو. هطلع كيس قرنبيط من الفريزر، مش لازم يفك اصلا، او يفك شويه ما يجراش حاجه، بس مش لازم افكه خالص. وهقوم اخداه ضيفاه على مقاديري، مقادير العجه. انا حاسه ان احنا محتاجين نرش رشه ملح وفلفل اسود، وهعمل كده وانا بكلم الحاجه ساميه. يا حاجه ساميه منوره. حاجه ساميه قطع ولا ايه؟ يا حاجه ساميه انا معاكي. شكرا يا حبيبتي، اهلا وسهلا بيكي. اهو مش انا يعني، اصل اي هبد. ماشي ليه؟ فضينا كل حاجه ونوزع كده. انا بقى احب اعمل ايه؟ اتاكد كده ان القرنبيطات كلها مقلوبه الورده على فوق عشان يبقى شكل الطاجن حلو، شكل العجه حلوه كده اما تطلع من الفرن. بس كده هتطلع عجه قمر. وناخدها زي ما هي حالا على الفرن، درجه حراره 200 حراره من فوق وتحت، وطبعا لو عندي مروحه توزيع حراره شغلها. اللي حابب يحط على وشها جبن ممكن جدا، هتبقى تحفه. ونشوف بقى القمر ده حصل له ايه. الله الله الله، بصوا القرمشه والحلاوه تحفه.
انتوا كده ايه، تعالوا جنب اخواتكم هناك، توسعوا لنا هنا. يلا اعتقد يعني ان لا في كراست وقعت ولا في ارنبيط طري ولا عندنا ايتها مشكله، مش كده ولا ايه؟ استاذ عاطف رجع تاني. استاذ عاطف بجد ده ايه الصدفه الغريبه دي؟ استاذ عاطف اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا، منور. الله يخليكي. اتفضل. من فضلك انا عايز اعرف الحلقه اللي بتاعت الخرشوف اللي حضرتك جبتيها قبل كده. حلقه ايه؟ حلقه الخرشوف. حلقه الخرشوف، تمام. عايز تعرف فيها ايه؟ يعني حلقة كويسة جدا ونفسي حضرتك تعيديها هنا من عينيا الاثنين. يلا يا روان اكتبي عندك ان نعيد حلقة الخرشوف لاستاذ عاطف. تأمرنا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك، طلبك او طلبك يعني ايه على راسنا. اهلا وسهلا. يلا بينا نطلع فاصل صغير، ولما نطلع فاصل هنرجع نعمل جراتان ارنبيط ملوش حل. كل بقى الناس اللي عارفين جروب الناس اللي يقولك لا ارنبيط انا ما احطوش في بقي، هيحطوه في بقهم، هيحبوه قوي. يلا بينا هنطلع فاصل صغير، ولما نرجع نشوف جراتان الارنبيط بيتعمل ازاي. فاصل صغير مستنياكم. ورجعنا من الفاصل وهنبدا دلوقتي نعمل جراتان الارنبيط. انا بس ثانيه احط حللي وحاجتي تسخن عشان ايه ما نعطلش. طيب حلة بعد إذن حضراتكم، شكرا. يعني بصوا هي لو اللي على الكاونتر دي نضيفة هاتوها، هي مقاسها مناسب. تعالى فيها حاجة؟ طب ما أنا عايزاها فاضية أكيد. ده إيه ده؟ ده حاجة تخص، ماشي هستخدمها، هستخدمها فيها مية بس. جراتان الأرنبيط ده الأكلة، فاكرين كده لما بعمل لكم أحيانا أكلات واقول لكم دي الاكله اللي هتغير راي اللي ما بيحبوش السبانخ؟ اهو جراتان الارنبيط ده الاكله اللي هتغير راي اللي ما بيحبوش الارنبيط. جميله جدا جدا جدا. تعالوا نشوف المقادير قبل ما نبدا نشتغل فيها. معانا كيلو من الارنبيط الزهرات، يا ريت يكون لو عايزين تنجزوا في الوقت نص سلق، لو مش ما تمام ما عندكوش مشكله خلاص سيبوه زي ما هو. بصلتين جوليان وست فصوص ثوم شرايح ونص كوبايه من الجبنه البارميزان، ممكن تستبعد او تبدل بجبنه شيدر او رومي. نص كوبايه من الجبنه الشيدر الصفراء، سمنه، ورقتين من اللورا او زبده بالمناسبه، ممكن كمان ما فيش مشكله في الزبده، رشه من جوزه الطيب وملح وفلفل اسود. صوص البروكلي هيكون عباره عن نص كيلو من البروكلي الفريش مقطعينه حتت صغيره، ويعني عشان برضو تنجزوا في الوقت ادوا له نص سلقه. لتر من الحليب وكوباية من مرقة الدجاج، خمس معالق كبيرة من الدقيق وسمنة، ومعلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الثوم الباودر، ومعلقة صغيرة من البصل الباودر، رشة من جوزة الطيب وملح وفلفل اسود. ونبدأ العمل. عايزين نشتغل على الارنبيط ده على طول، فهنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد شوية سمنة كده، وهنحط للسمنه دي البصل، ورق اللورا، جوزة الطيب، واحنا بنكلم محمد، يا محمد اهلا وسهلا، وملح وفلفل اسود. الو ازيك يا محمد؟ الو ايوه يا محمد انا سامعاك. ازيك يا سي سارة؟ ازيك يا حبيب قلبي عامل ايه؟ الحمد لله. ينفع اسالك على طريقه الناجتس؟ ناجتس حالا يا حبيبي. يلا يا روان هات لنا الناجتس على الشاشه. وطريقه الكيكه بالشوكولاته. حاضر يا حبيب قلبي. والكيكه بالشوكولاته كمان يا روان، انا ممكن اقول الكيكه بالشوكولاته، انت هات لنا الناجتس. البصل بنقلبه، عايزينه يدبل يدبل بس، وفي نفس الوقت عايزين نعمل ايه؟ الصوص. الصوص هنبدا بالدقيق وبالسمنه كاننا بنعمل بشاميل. لن يحدث هذا. وشوية دقيق هنقلب الاتنين مع بعض، لو لقينا نفسنا محتاجين نزود مادة دهنية ممكن نزود سمنة تانية او ممكن شوية زيت عشان يظبط لنا قوام الرو. مضرب سلك بقى حلو كده يجي في ايدينا. مين معانا يا روان؟
معانا الحاجة سامية. يا حاجة سامية أهلا وسهلا. أهلا أهلا وبنت مصر الأصيلة شفتها حبيبتي، ربنا يخليك. ازيك يا حاجة سامية؟ عاملة والله ايه؟ والله بحبك قوي، بحسك مننا يعني حبيبتي. طمنا منكم طبعا. أنا بقالي سنة مش عارفة أتواصل مع البرنامج يا حبيبتي، يعني كل حلقة لحد من منكم كلكم اديتني إضافة، يعني يقول إن أنا شاطرة في المطبخ بس أخدت منكم حاجات حلوة كتير. حبيبتي ده يشرفنا، فجزاكم الله خير عننا كلنا. ربنا يخليكي يا حبيبتي، بشكرك. اشكرك يا حبيبتي. انا بسلم عليكم بس، وفرحانه جدا ان النهارده قادره اتواصل، ادخل يعني اتواصل معاك. ربنا يعزك ويخليكي، انا اللي سعيده اني سمعت صوتك ويومك جميل ان شاء الله زيك كده. شكرا يا حبيبتي ونورتينا. حطينا الثوم وهحط القرنبيط، هديهم تشويحه بسيطه كده مع بعض، وناخد مدام نادي على التليفون واحنا بنقلب الاثنين مع بعض. يا مدام نادي اهلا وسهلا. حبيبه قلبي وروحي وحياتي، انضف شيف في الدنيا. ازيك يا مدام نادي، عامله ايه؟ ما شاء الله، يعني انت النهارده وكل يوم يا ساره بسم الله ما شاء الله. تسلمي لي يا مدام نادي. القرنبيط يفتح النفس، والزغنطوط الجميل اللي زي ما بتقولي بتدلعي اكلك كده، ده قمر وده عسل وده انت اللي فيكي كل الصفات الجميله. تسلمي يا مدام نادي. وانا سامعه ان مامك في البلاتوه اهي قاعده الدنيا اهو، بعتلك السلام، بعتلك السلام. بس الشعاع جاي عليكي، النور بتاعها جاي عليكي. لا يا حبيبتي هي منوره الدنيا، ربنا يخليكي. الله يخليكي يا حبيبتي، تسلم ايدك على كل حاجه بتعمليها يا ساره. تسلمي يا مدام ناديه، تسلمي يا حبيبتي. انا كمان بحط على البقسماط الدقيق الذره، ده جميل جميل جدا، بيطلع الحاجه مقرمشه بالظبط عشان خشن. مع البانيه كمان، الفراخ البانيه بيخليها جميله برضه. صح معاكي حق تماما. تسلم ايديكي يا روح قلبي، تسلم ايديكي يا ساره. تسلمي يا مدام ناديه، تسلمي. سلامة باي باي يا حبيبتي، مع السلامة. ادينا الدقيق التشويحة السريعة مع السمنة، هنحط له بقى السوائل، المرقة واللبن نقلب كويس، ندوب الدقيق تماما، ويلا بالمره نحط التوابل. توم باودر، بصل باودر، بابريكا، احنا بنعمل صوص بروكلي ملوش حل، وطبعا ما تنسوش ملح وفلفل اسود، رشه من جوزة الطيب، وهنا فلفل اسود وملح. وناخد ورده على التليفون. يا ورده اهلا وسهلا. ازيك يا شفتار؟ ازيك يا حبيبه إيه؟ قلبي عامله ايه؟ ممكن لو سمحتي اعرف طريقه الكيكه السفنجيه؟ كيكه سفنجيه، حاضر، من عينيا الاثنين. يلا روان، كيكه سفنجيه معاكي. اشكرك. كيكه الشوكولاته برضو اللي اتسالنا عليها، هي كوبايه ونص من الدقيق وكوبايه ونص من السكر وثلاث ارباع كوبايه من الكاكاو الخام، بيضتين، نص كوبايه من الزيت او سمنه سايحه او الزبده السايحه، ونص معلقه صغيره من الكربونات او البيكنج صودا، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، نص معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من سائل الفانيليا، ثلاث ارباع كوبايه من اللبن الرايب، وعندنا يا حبايبي ثلاث ارباع كوبايه من الميه المغليه. دي كده كيكه الشوكولاته، السوائل كلها مع بعض، الجوايف كلها مع بعض، نخلط الاثنين مع بعض، وفي الاخر خالص بنضيف الميه المغليه، وعلى طول نقلب ونصب في الصينيه، ونخبز في فرن سخن على درجه حراره 180. يلا بينا. احنا عملنا ايه دلوقتي؟ القرنبيط محتاج يتشال، انا حاسه الطبق ده كبير قوي فهجيب واحد اصغر. محتاجين ننقل القرنبيط لطبق الفرن او صينيه الفرن، ممكن صينيه او طبق بايركس طبعا، وناخد الكلام الجميل ده كله ننزله هنا. واحنا بنكلم كريمه، يا كريمه اهلا وسهلا. مدام كريمه اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا يا مدام كريمه. ازيك يا شيف ساره؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ الحمد لله، انا بحبك قوي حبيبه قلبي. تسلمي لي يا رب، الله يعزك ويخليكي.
انا عايز اسال على الخلطه بتاع القرنبيط اللي انت قالتيه. هنزلها لك على الشاشه حالا تاني. روان نزل لنا القرنبيط المقلي من فضلك. روان معايا؟ قرنبيط مقلي يا ولاد يلا تاني. البروكلي سلقينه نص سلق ونزلناه في الصوص وعايزينه بس يكمل سوا. انا بخلص القرنبيط بفنش الصوص وهنختم على طول. يلا نشيل كل حاجه فاضيه عشان نخلص الصوص ونبقى كده قدمنا كل اكلاتنا. انا محضره لها نسخه بقى طبعا، دي لسه هتدخل الفرن فاستحاله الحقها. فمحضرين واحده من قبل الهوا. القرنبيط اللي اخد تشويحه مع البصل دم والثوم هنا. وبص الطبق اللي احنا بنعمله دلوقتي هو ده، ده هيطلع ده بس طبعا مع وقت الفرن. هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد صوص البروكلي نضربه بالهاند بلندر بس. تمام كده نجيب الهاند بلندر ونضرب. يلا يلا نزل وانا بعمل ناجتس الدجاج. هتنزل على الشاشه حالا. الفل هناخد بقى الصوص ده كله ونصبه على القرنبيط. طبعا حتة بروكلي ما اتضربتش هنا ولا هنا، عادي جدا. نصب تماما. استنى نجيب السباتشولا. خلصت من قبل ما تقول انا خلصت. وادي الجراتان جاهز. الجراتان ده ناقصه حاجه واحده بس، شويه الجبن اللي هتتحط على الوش. وكده يبقى النهارده احنا عاملين ايه؟ مجموعه اكلات كلها ليها علاقه بالقرنبيط. مبدئيا احنا خللنا القرنبيط وخزننا القرنبيط وعملنا منه مقلي وعملنا منه جراتان وعملنا منه عجه. العجه في الفرن هنطلعها حالا. ناخد بقى شويه الجبن. طبعا تقدروا تحطوا اي جبن انتوا عايزينها، وممكن ما تحطوش جبن خالص. والرومي بتدي حدوقيه للطاجن كده، تبقى جميله جدا. يلا الجراتان وعايزين المقلي، المقلي والنبي. طيب ماشي. اه يلا نزل نزل هتنزل ايه الجراتان؟ الجراتان على الشاشه مع حضراتكم اهو. وحالا هنطلع كمان العجه من الفرن. العجه شكلها خرافي، بتنفش بقى، بتنفخ زي الكيكه ورهيبة. بصوا المنظر. يلا شوف العجة. طيب شوف العجة. طيب شوف العجة. يلا انا خلصت خلاص. وكده نبقى خلصنا الحلقة النهاردة. ده طبعا هيدخل الفرن على درجة حرارة 200 حرارة من فوق وتحت، وياخد نفس اللون اللي اخده الطاجن ده. يبقى النهاردة مع بعض اتعلمنا ازاي نعمل نحفظ القرنبيط في الفريزر، ازاي نخلله، ازاي نعمله مقلي ومقرمش جدا، ازاي نعمله عجة، ازاي نعمله جراتان. وكل ده من القرنبيط اللي حضراتكم مش بتحبوه، فأتمنى انكم تغيروا رأيكم وتحبوه. الجراتان ده بالذات هيغير رأي أي حد. قعدتنا النهاردة الساعة 8 وربع بالليل، وكل حاجة تخص الحلقة بتنزل على جميع بلاتفورمز السوشيال ميديا الخاصة بالقناة والخاصة بيا، بي ان سي ايجيبت أو بي ان سي فود وسارة عبد السلام بالعربي وبالإنجليزي. أشوفكم بكرة إن شاء الله على خير في حلقة مهمة جدا 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 عن الفراخ البانيه. هنعمل فراخ بانيه ونعمل منها وصفات كتير، فأتمنى إن شاء الله تعجبكم. أسيبكم في رعاية الله وأشوفكم بكرة. مع السلامة.